السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله نهار جديد وروتين، غندير معكم روتيني ديال نهار الحد بما انه بداية الشهر وخصني نتقدى. اول حاجة كنديرها هو هذا البلاكر، هذا اللي عندي هنايا، هذا تندير فيه غير التقدية ديال الشهر. عندي هنايا هذا الفوق تندير فيه العطريه، ها نتوما كيف ما كتشوفوا مرون، غير خصني نقادو في عندي فيه، شوفوا غير خصني نقادو باش نشوف شنو خصني واللي غادي خصني في العطريه نجيبو ونعمر اللي غادي نعمر والاخرى العطريه، لان كاينه شي حاجه اللي شريتها وسط الشهر كيف ما كتشوفوا، بحال دابا هاد العطريه هادي عاد خديتها وسط الشهر، دونك خصني نديرها في هاد القرعي هادو كندير فيهم العطريه اللي كتشد، والاخرى راه كنديرها في هدف القرعي تاع العطريه اللي عندي. وهذا اللي تحت هذا هو فاش كندير التقديه ديال الشهر. غادي نجي دابا خصني نخويه كامل ونمسحو ونشوف شنو اللي عندي باقي عندي في الستوك. كيف ما كتشوفوا هنايا كنحاول هادو كندير فيهم هكا لي بات وهذا نشوف اللي باقي واللي ما بقاش. وهنايا كيف ما كتشوفوا ديما لي بات كندير فيهم الملحه، ها هي هادي باينه، باش هكذا تيبقاو عندي ما تيدودو ما والو، كيبقاو كيديو لي الشهر. هادي باقي عندي سباغيتي هنايا ديال لي بات ما كاينينش. المهم هادشي غالبا اكثريه غير د الحلوه لوز نيدو. المهم البنات تشارجات لي الكاميرا، داكشي علاش ما كملتش التقطع. كي قلت لكم هنايا هادشي غير الحلوه نيدو لي بيبي دو شوكولا وهداكشي، وهنايا فين كندير ستوك ديال التقديه. المهم هادشي اللي بقى ليا من هاد الشهر ها هو. دابا المهم دايره ورقه وستيلو باش نقيد، وهذا هاد الشكلاط البيض البنات ما عمرني وريته لكم، زوين هذا اللي كنستعمل ديال ماكاو، الحجم الكبير هو اللي كنستعمل بالنسبه للحلويات ولي كيك وهذا صافي. وهنايا وهنايا فين كندير الدقيق، المهم دقيق الفرصه هو كيف ما كتشوفوا باقي عندي دقيق القمح كذلك، ها هو كاين في ديك السطيله كسكسو كاين. المهم هذوك غير اللي كنفرش في الحلوه، غير خصني السميده ما بقاتش عندي، باقي عندي هاد هيرنيس اللي كندير في الحلوه اكثر، هي كنشري هاد الباكيه هادي باقي فيها شويه، ولكن ضروري ما نزيد باكيه اخرى لان كنخدمها بزاف. المهم هنا وريتكم كيفاش، المهم مازال ما لقيتش شي طريقه باش ننظم هكا هاد البلاكار، حيت واخا هكاك كتجيني هنايا صعيبه. وشحال من هادو كان عندي نورمالمون، شريت هادو كتار هما اللي كنت منظمه بهم هنايا، ولكن فين ما جيت نجبد شي حاجه من هاد الداخل ديما كنلوح قرعه، تبقات لي غير هادي. هادو كنت خديتهم في اسواق السلام، وحيت هادو كانوا جايني مع التيم ديال الكوزينه بيض وكحل. المهم هادشي دابا، المهم غادي ندير دابا ورقه وستيلو باش نحاول نجيب غير داكشي اللي كيخصني، حيت كيف ما كتشوفوا كنمشي نتقدى غير هكا، كنصدق جايبه شي حوايج اللي ما غاديش نحتاجهم، هما كيف ما كتشوفوا كنجيب داكشي بلا معنى كيبقى ليا في ستوك، وشحال من حاجه كتخصني كنصدق نكملها بالحانوت. المهم غادي نحاول اليوم باش ننظم ونحاول ما نفوتش البيدجي ديال 1000 درهم، لان ديما فاش كندخل المرجان كنحاول ولكن ديما كنصدق في 1500 درهم. وكي قلت لكم كنجيب النص ديال الحاجه اللي انا ما محتاجهاش، والدليل ها هو الستوك باقي عامر وداكشي كاع ما وصلتوش، ومع ذلك ما لقيتش باش نكمل الشهر في شي حوايج. المهم المهم دابا نخليكم تنعاودوا نتلاقاو البنات. المهم هنايا كان بقات ليا شويه ديال لاصوص الطوماط، ها هي درتها هنايا في هاد القوالب ديال الثلج، وغادي ندخلها للكونجيلاتور. البارح كان عندي شويه الفريز غسلتو وحيدت لي ديك النباته ديالو ودرتو هكا ستفتو كيف ما كتشوفوا في بلاطو، ودابا عاد غادي نجيب واحد الزيتلو وغنجمعهم هكا، كيبقاو الحبات مفرقين ما كيلصقوش ملي كيتكونجلا كل وحده بوحدها، كتجمعهم ما كيلصقوش. ملي كنبغيها كنجبد القياس اللي بغيت والاخرين كيبقاو مزيانين، وحتى الا بغيت نزوق به شي كيكه اولا شي حاجه كيبقاو هكا الشكل ديالهم صاين، ماشي بحال ملي قبل كنت كنغسلو ونجمعو كان كيلصق وكيعذب، خصني ندير القياس في كل بلاستيكه. نفس الشيء درت حتى الفرومبواز، ها هو كيف ما كتشوفوا الفرومبواز كتبان لكم كل حبه معدله بوحدها، درت عمرت هاد الزيبلوك، وهنايا كيف ما كيبان لكم حيدت من الهواء صافي. نفس الشيء دابا غندير مع الفريز، غنعمرو هنايا، غادي ندير فيه واحد الباي
ملي غنعمرها كامله غنسدها كامله ونجي هنايا كنغشي الباي وكنبدا نمص داك الهواء اللي كاين. البنات بغيت غير نبارطاجي معكم هذا الكولاجين هذا كنت كنستعملو كملتو الصراحه ما عطاني حتى نتيجه عادي باش نقول لكم انتما كيف ما كتشوفوا راه خويتها. انا خديت هذا اللي ما فيهش الفيتامين سي وكنت كناخذ مع هذا الفيتامين سي كنت خديتهم هادو كنت خديتهم في اي هيرب وكنت درت لا كوموند لفرنسا وعاد صيفطوها لي واحد صاحبتي صيفطتها ليا. المهم ما صراحه ما بان لي فيه حتى نتيجه ظهري بقاو هما كيتهرسوا ما عطانيش شي حاجه. شعري اشنو غنقول لكم شعري عادي ماشي شفت فيه شي طول لي هذا. المهم ما بانت ليش فيه شي نتيجه كنفضل شتي هاد لي فيتامين هادو اللي كنت بارطاجيت معكم اللي كنت خديت في الدي ام في المانيا هادو صراحه حسنها هما خصوصا هذا ديال ملتي فيتامين هو اللي كنت كنستعمل بزاف. ولا جينا للكومبوزيسيون ديالهم راه فيهم البيوتين يمكن هذا نيت لي فيه هذا فيه الفيتامين سي هما كيف ما كتشوفوا فيه الفيتامين سي فيه الفيتامين او اوبس ما باش يزومي عليه. المهم نياسين فيه البيوتين فيه واحد النسبه ديال البيوتين فيه الفيتامين بي 12 كنت كناخذ معهم حتى الفيتامين بي 12 لانه هو كيقول لك زوين لينيرجي صراحه. وهادو راه كنت خديتهم غير بشي 49 سنت هكاك ميم با اورو. هذا حتى هو هذا ملتي مينيرال كنت خديت هذا ديال الفيتامين سي هذا ديال الفيتامين سي مازال نوريكم به واحد الوصفه زوينه كنستعملوه هو الفيتامين او والكريم الابيض زوينه. وكاين هذا حتى هو كاين هذا وكاين هذا ديال المغنيسيوم. المهم هادو الصراحه كنفضلهم لا من ناحيه الغابور كاليتي بري. اما هذا كنت خديته يمكن بشي 9 اورو يمكن ولا شي حاجه بحال هكداك. المهم راه لي فوندوز فيسبوك حاسبين لي كثر لاننا جينا نشوفو الترونسبور وهذا راه هي هذيك. كنفضل انا هادو رخاص وكيتباعو يمكن هنايا في المغرب كيبيعوهم لي فوندوز ما بين ديك 20 و 30 درهم. لان يعني كنت كناخذهم هادو في قبل كنت كناخذهم عند واحد في المارشي ديال انزكان المارشي اللي فيه الزيتون وهذا المارشي لتحت اللي كاين حدا صحاب البرد كاين واحد تما كيبيع راه معروف كيبيع شكلاط وهادشي المواد الغذائيه راه كان كيبيعهم يدير لهم شي 20 درهم. وملي كيتقطعوا كتجي واحد الوقت فاش كيكون مشكل ديال ترونسبور كيكون الثلج هذا ما كيدخلش ترونسبور كيجي لهم 30 درهم راه كيدير حتى المنتوجات الطباليه. المهم هذا ما كان. البنات دابا جيت المرجان. المهم اليوم تقريبا دابا هادي راه شي 5 د العشيه واليوم الحد كيف ما كتعرفوا راه كتكون الدنيا عامره. الا لقيت كنجي نصور لكم شي حاجه راه بطبيعه الحال غادي نصورها لكم ولكن ما غاديش نصور بالكاميرا راه تجيكم لا كاليتي غتكون ناقصه مقارنه بدابا لان ما يمكنش نهز الكاميرا. كما كتعرفوا مرجان اصلا ممنوع فيه التصوير زياده على انه اليوم الويكاند كتكون الدنيا عامره. الا صورت شي حاجه غنصورها لكم بالتليفون. هاد المخده مرجعوم ديري ليهم هاد المخده رجعوم داروا ليهم 99 كاينين هادو ديري ليهم 89 ديال دو فاس فهاد الخضر كاينين في الزرق هما اللوينات لي فيهم. كاينين هادو هادوك داري ليهم 549 كاينين هادوك الكري وهادو ديرهم 499 كاينين هادو ديري ليهم 299. المهم بالنسبة لي بغا هادشي لي كاين كاينين هادو كاينين هادو ب 399 هنايا كاينين الفات ب 169 هادو الكبار هادوك ب 149 كاينين هاد الشكيلات تا هما ديجا راه قدام كاينين هادو فيهم مترو 50 على جوج 119.90 لا ديكو ديال نويل حاطينهم دابا
البنات انا رجعت لكم. المهم غير اللي بغيت نقول لكم هو انني ما كملتش لكم التصوير لان اتصلوا بيا في الخدمه على اساس كانت شي حاجه مهمه وكان خصني نمشي، داكشي علاش صورت لكم غير شي حاجه في البدايه، صافي ما بقيتش كملت لكم. المهم انا بغيت غير نبارطاجي معكم، حاولت انني ناخذ الاساسيات كيف ما قلت لكم الصباح، ولكن كاينين شي حوايج ما خديتهمش، بحال مثلا هذاك الباكي ديال البسكوي اللي وريتكم، بقى عندي شويه فيه في البلاكار باش كنت صايب لي تشيز كيك ولي كيك ما لقيتوش، دي سيرفييت كاري ما لقيتهمش، الفرماج غابي لا الموتزاريلا لا الايدام لا المصدام، وهذا ما خديتهمش لان لا ماشين اللي كتغابي ليهم خاسره، خليتهم حتى ناخذهم في مرجان ديال الانزكان حسن لان باش نجيبهم عاوتاني امتى نغبيهم. المهم حاولت انني كيف قلت لكم هذا الشيء اللي خديت دابا غنوريكم، خديته ب 961 درهم، كان الكونسيبت اللي درت هو انني ما نفوتش 1000 درهم، نقدر نقول في الذهب شويه الا زدنا عليها دابا الفرماج اللي غادي نزيد. المهم واحد تقريبا الفرماج كيدي لي ما بين الفرماج ولا دانت فيميو هذا كنخسر ديك 150، ما بين 150 درهم و 200 درهم، المهم على حسب اشنو كنت خديت. المهم الحمد لله مقارنه بالاول راه صافا. انا نبارطاجي معكم دابا تقريبا اش خديت بالزربه، يعني هنايا عندي دانون مسوس هذا كناخذو على حسب الماريناد لابيت نرقد شي دجاج ولا بروشيت ولا شي حاجه، هذا دانيت كناخذو غير على حسب، هذا خديت فيه 4 دانيت خديت فيه 2 غير على حسب الكيك الا كيخصني كناخذو في الحانوت. خديت مايونيز كبيره، خديت هاد الياغورت هذا البناتي، خديت سكر باتاي، خديت غير باكيه، خديت هاد الزبده لابريري هادي ما كناكلوهاش كناخدها بحال هكا غير بين ندهن بها المول ولا شي حاجه. الفرماج خديت هادي ديال 64، خديت دونتيفريس لبنتي الصغيره، هنايا الفرماج الساندويتش هذا اللي لقيت صافي ما كيعجبنيش ولكن غير جيب بانيت به، خديت هاد الدانون هذا الفولوتي، هنايا ديجا عندي باقي عندي الزيت، خديت غير بيدو صغير ديال تقريبا فيه شي 2 جيترو هكاك هو اللي خديت. المهم هنا باش نطلع باش تبان لكم او فيه 2 جيترو هذا اللي خديت، هنايا خديت عاوتاني باكي ديال دانون. بالنسبه للفاني عندي ديجا باكيه ونص، خديت غير باكيه، خديت الزبده 2 هادو ديال الجوده، ديما جوده ولا سنتره باش كنخدم، خديت مطيش هاد الحكره شفتو ديجا الصباح هذيك اللي شط لي درت في الكونجيلاتور، عندي خمارات خديت غير 2 باكيات، هنايا خديت لي طاكلياتيل كناخد هاد الرقاق ماشي العراض، هنايا خديت الروز الصفر، خديت بالعبار شحال فيها تقريبا كيلو وكيلو ونص، كيلو 490 هذا ما عرفتش شنو خديت، هنايا ما عرفتش شنو هذا. المهم خديت شنو خديت، المحمصة نسيتها كاع، هي كيف ما كتشوفوا المحمصة خديت فيها تقريبا 645 واحد نص كيلو، هنايا عندي سنيدة خديت ديال 2 كيلو، ندور الكاميرا شوية باش نشوف نمشيو للشيء الاخرى. صافي فين وصلنا، وصلنا هنا خديت هنايا هاد سوليس، لقيتها دايرين فيها بروموسيون شي 7 دراهم وشي حاجه، خديت منها 4، خديت هذا القمح البليديور خديت منه هذا المرجان تا هو كان برومو باكي فيها كيلو، هذا خديته لبنتي الصغيره كيعجبها المويسلي، خديت الشوفان هذا باقي عندي داكشي علاش خديت غير وحده، هذا الصراحه كنستعملو كيك كوكيز اولا بزاف الناس عزيز عليهم في الحريره الصباح. لقيت هادي ديال الراعي، انا نورمالمون كناخد لا هولانديز راه ديما كتشوفوني هي اللي كناخد، المهم خديت هادي نجربها ديال الراعي ما عرفتش كاتبين فيها خفيفه، المهم نجربها ونشوف. خديت المايس عندي ديجا 3، خديت هاد 3
شامبينيون حتى هو عندي باكيه خديت هادي. بالنسبه للاتاي خديت هذا، اتاي هذا راه كيكفي لي اكثر من شهر لان ما كنشربوش حنا اتاي، راجلي بوحدو اللي كيشرب اتاي. بالنسبه للباندومي هذا اللي لقيت، ما لقيتش الكومبلي لا الكبير لا الصغير، لقيت هذا حتى في هذا العادي في هذا الناتور لقيت غير الصغير، خديت واحد. خديت كذلك الحامض باقي عندي، المهم غير لا يخصني. خديت هذه لراجلي هو اللي عزيز عليه، الصوص الصوجا سالات هذيك اللي عندي خديت هذه. هذا بالنسبه للمواد التغذيه. بالنسبه للمواد التنظيف خديت هنايا هاد لي بلوك ديال التواليت اعزكم الله، خديت هاد الباكي ديال لانجيت، هذا كنستعملو غير كنمسح كنمسح به كالغبره. خديت هادو، خديت الكبار فيها الباكيه فيها جوج. هاد لي بلوك هادو هما اللي كنستعمل في لافيسيل، زوينين وبهذا بالحامض. بالنسبه للماعن اللي كنغسل به يدي خديت هاد فيري باقي عندي وزدت هادي، حتى لي بلوك باقي ما كثرش ما غيكملوش ليا الشهر، المهم فيهم شي حاجه. بالنسبه للشامبوان هذا خديته لبناتي نجربو، ماما المهم ماما جربته وشكراتو ليا قالت ليا زوين خديته لبناتي. بالنسبه لهذا اللي كيرطب الحوايج كنديرو معاه في الصابون زوين، هذا كناخذ الاغلبيه هذا الزرق. هذا خديت كان خاصني كذلك هنايا مسيو بروبر حتى هو خديته. خديت هادو كناخذ هادو دمرجان بابي ابسوربو، هادو دمرجان زوينين. خديت بابي جينيك الباكيه ديال 12 بقات في الطوموبيل ما لقيتهاش دابا، المهم هادوك لي سيرفييت ديال مره في الشهر راكم عارفين علاش كندوي. المهم هادي واه ونوريكم اش خديت مازال. هنايا خديت الفيلي ديال لادانت، شو قلت لي قطعوا لي طرونش كامل قطعوا عاد رديت ليه البال. المهم هنايا الفيلي ديال لادانت خديت كيلو ونص، لا ماشي كيلو ونص، كلي دي ليا كيلو ونص دالي 945 غرام. هنايا البروشيت حتى هي قلت لي دي ليا كيلو ونص دالي كيلو 40 غرام، انا عاد كنرد البال معكم. المهم هنايا هادو كيف ما كتشوفوا لي بروشيت، هذا قلت لي قطعوا لي فيلي ما قطعوش ليا، قلت لي طرونش ما قطعوش، خصني دابا نقص نقطعو. وهنايا في خط ديال التاج هما اللي دالي فيهم كيلونس. المهم هادشي اللي خديت بهذاك لو بخي اللي قلت لكم. دابا غادي نمشي نرد كل حاجه بلاصتها، هاد الفخيضات غادي نغسلهم هما وهاد لاداند وهاد الفيلي. البنات دابا صافي ساليت غطيت كل حاجه كيف ما كتشوفوا بلاصتها، درت الحوايج في الماكينه يتصبنوا، درت واحد التصبينه دابا ولافيسيل عمرتها بالماعن، كنتسنى غير نسالي دابا الغدا. بالنسبه لكيف ما سبق وذكرت لكم انا بالنسبه للغدا الخدمه عندي كونتوني، دونك كندير الغدا بالليل. بصراحه عييت ما فياش مازال يدير شي حاجه. هنايا درت غير بصيله مع لادانج وفلفله الوان، درت هنا فلفله حمراء وصفراء، طريقه سهله غير شحرت البصله وزدت لي على داند والعطريه مرزيه الدجاج مليحه بزار شويه سكينجبير وهذا والخرقوم. وهنايا عندي شويه الرز كيتسلق، اون فوا غيتسلق غنصفيه وغنزيدها على هذا الخليط ديال لاداند بالفلفله صافي ونخلط كلشي. صراحه عييت ما قلتيتش مازال ندير شي حاجه. المهم هذا الماعن قلت لي نتسنى غير نسالي وندير الماعن في لافيسيل نخدمها ونمشي الناس. هنايا البنات غادي نكون ساليت الفيديو ديال اليوم، غنقول لكم بالسلامه عليكم، خليت لكم راحه البال ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديده.